انتم تسمعوا في سبور ماكس مع إيمان جلامبر. ماضي 43 دقيقة على اف ام، زلنا مواصلين معاكم في سبور ماكس حتى للخمسة بتاع العشاء. باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي واخر التطورات اللي سمعنا بها واللي ريناها في النجم الرياضي الساحلي. حديث اكثر في الموضوع معنا رئيس فرع كرة القدم في النجم سيد شكري العميري. مرحبا سي شكري. مرحبا بك، مرحبا لكل السمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. شنو فما جديد في فرع كرة القدم في النجم الرياضي الساحلي؟ والله يقول جديد، توا عنده اسبوع جديد، معناتها فهمت التغييرات، بعض التغييرات. كسوا في الاطار الفني ولا في بعض شوية نظام في اللاعبيه، هذا هو جديد. فينا نخبر روحنا من عارفين اللي فاتت. مجموعة قاعدة تخدم على ثلاثة مجموعات وقاعدين يحضروا، وإن شاء الله عندنا لوفان مقابلة ودية مع نادي الصفاقسي ولوفان تشاد مقابلة ودية مع الاتحاد الرياضي المغربيين. بالنسبة للملاعبية شكري اللي ما تمش استدعائهم للتدريبات لحد الآن، شنو باش يصير معاه؟ شوف احنا مش نفهم الواقع استدعائهم، لكن في دات غير يوم 8، فهمتني؟ يوم 8 دينا مجموعة. ان شاء الله يوم 15 باش نبدا المجموعه الثانيه، اللي هي معناتها باش تتربى في مجموعه اخرى، مجموعه ثانيه متكونه من بعض اللاعبين اللي شكون هم لو تسمح كانت نجم تسميهم لنا، يعني اللاعبين باش يلتحقوا بالتدريبات. ثم كوناتي، ثم حمزه الاحمر، ثم المازني، ثم بعض اللاعبين اللي معناتها في هذوما باش يقعدوا يترناوا معناتها في مجموعه ثانيه. يعني لم يتم الاستغناء عليهم سي شكري؟ الاستغناء وشوف ايش نقول لك، في جميع البطولات في العالم ولا الفرق في العالم، ثم البعض من اللاعبين يقول لك في قائمة المغادرين بيان سور بطبيعة الحال في اطار القانون، فهمتني؟ هذوما يصلي مع اللجنة التحزبية افيك دي كونترا، دونك نحاول نحترموا معناتها النقاط تاع الكونترا، ومن طون لوجو معناتها هما من جهتهم واحنا من جهتنا، حتى نلقاو حل اللي هو يرضي الطرفين، يرضي جميع الاطراف في اطار القانون بطبيعه الحال. هذوما الكل باش يغادروا، يعني نتاع الملاعبين اللي باش يجيو في المجموعه نتاع نهار 15 جوان باش يغادروا، يعني الفريق نحكي على كوناتي، على البديري، على كرير، على بلال المجري. بالضبط بالضبط، نحاول نلقاو حلول. اذا كان يمشيو في اطار تبادل، في اطار معناتها يمشيو في اطار اعاره، والا اذا كان البعض منهم فما الفسخ حتى بالتراضي، والا في اطار معناتها معناتها شغل ياسين الشيخاوي، اذا كان باش يقعدوا 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 يترناو حتى نلقاو حل. ياسين الشيخاوي هو ياسين الشيخاوي في المجموعه نتاع اللي يوفى الكونتراكت تاعهم في اخر شهر جوان. باش تعوضوا له ولا ليه؟ لا، هما ثمانية، هما هذوك الستة اللي في اطار نورمالمون مبدئيا ما فماش يعني باش يمشيو. يعني اللي في اونفان دو كونترا باش يمشيو كلهم. اي بطبيعه الحال يعطاو الكثير للجمعيه، فهمت؟ احنا مشكورين وما ختموا، عدينا مع مرحله كانت فيها برشا تتويجات كيف بس ثم بعض الخايبات، هذا سنه الله في خلقه، هذوما معناتها دي بون خد كونتراتو نلقاو معهم حلول، هما عندهم حق على الجمعيه والجميع عندهم حق عليهم، كما قلت لك معناتها ماهيش سي با لا فان دي موند، هذا تعريف للفرق الكل، فهمتني؟ سمعنا كلام سي شكري على سياسه اعتماد التخفيض في الاجور، الملاعبيه اللي شهريهم مرتفعه باش نقصوا لهم باش. ما فهمتش منو الكلام هذا، ما فهمتش منو الكلام هذا، بون فما اجور متواجده، فهمتني؟ هذه كونترات صحه، فما اللي عنده مده، فما اللي كونترات عنده اقل من عام، دونك ماناش باش نجيو هذه امكانيه الجمعيه. مش حاولنا باش نصاروا ليفيكتيف توا باش نبدا ب 36 هذوما باش يكونوا على ذمه، حاولي على ذمه المدرب وذمه الفريق اللي باش ندخلوا بهم الموسم، فهمتني؟ كيف كيف حتى 36 هذوما باش يقع باش كي يجي باش المدرب باش تقع باش نقعدوا نخدموا 36 لاعب، دونك اللي باش دمجنا 18 لاعب من الشباب اللي باش يختاروا المدرب هذاك باش يقعد يخدم بهم، فهمتني؟ 16 يعني الاوبجيكتيف هو تكوين فريق، خلينا نقولوا، والتعويل على الشبان 18 شاب كما قلت من الاصناف الشاب. هو الاوبجيكتيف عندنا مجموعه اللي لعبت عمناول ولعبت السنة الفارقه اللي مازالت متواجده، فهمت؟ اللي مازالت معناتها نجم تعطي للفريق. كيف كيف ادمان بعض الفرق، بعض اللاعبين الشبان
وتكوين فريق باش يكون معناتها كومبيتيتيف في السيزون الماضيه معناتها السيزون بروشين باش نكملوا بهم توا 10 ماتشات تاع السيزون الحاليه وباش نوصلوا في الموسم المقبل هذاك الافكتيف معناتها خليط ما بين اللاعبين الشبان واللاعبين الاقل وان شاء الله معناتها يكون معناتها يشرفوا جمال الدين الساحلي ويشرفوا الجمهور تاع جمال الدين الساحلي ويشرفنا احنا ككل فريق كهيئه دونك هذايا الهدف منه باش تعرف معناتها فريق فيه اكثر من 78 لاعب 79 لاعب سو كونترا دونك هذا عمل بديهي معناتها وما يفو ديبليسي ليفيكتيف باش تخلي المدرب يخدم مرتاح فهمتني مدرب ملف المدرب ملف المدرب هنا مازلنا لولا المدرب ان شاء الله باش نبداو مع الاطار الحالي اللي موجود وقت يجي ماك تعرف تو العالم الكل مسكر معناتها حتى كان تلقى اتفاق مع مدرب معناتها ماهوش تو باش يجي دونك عندنا الوقت شكون الاسامي والمدرسه اللي ربما باش تعقد معنا والله شوف ماذا بيا معناتها نقول على الاسم المدرب يفوا صح على معاه يفوا يفوا معناتها باهي الجنسيه نتاع المدرب سي شوك والله نحاولوا معناتها بصراحه ظاهر هو اجنبي قلت انت الدنيا مسكره دونك باش يجي مباراه هو تو الجنسيه الفرنسيه هي اقرب للواحد فرنسيه باهي باتريس كارتوران اليوم جدد مع الزمالك دونك كانت فما اتصالات مع باتريس كارتوران نجم نقولوا معناتها كانت فما اتصالات خاصة راهو الاتصالات ما تكونش مع مدرب واحد الاتصالات تكون هذا ما تعمل هذا يتاكد وجود اتصالات مع باتريس كارتوران صححوا مع الزمالك توا صححوا مع الزمالك رب العين ورب العين لكن اتصلتوا به ولا؟ شوف مع بعض المدربين من ضحكتك انا فهمت اتصلتوا بيا سي شكري معك احمد اتصلتوا بيا ما يظل السالير بتاعه كبيره شويه اما ما يسالش نتحفظوا على كارتيرون ثم ثلاثه اسامي اخرين ثم سانتشيز ثم سانتيني وثم كازانوفا ثم برشا بعض الاخر زي هي مذومة ثلاثه تاكد اللي هما موجودين ثم اللي اذكرتهم ومش موجودين فهمت ثلاثه هما ذكرتهم سانتشيز سانتيني وكازانوفا لا 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 باهي سؤال اخر سي جوك محمد امين بن عمر وزياد بوغاتاس او الثغره القانونيه اللي يقال عندهم في عقودهم تخليهم انه يخرجوا ليبر من نجم نادي الساحل. ما حتى ثغره قانونيه ولا ناكدوا لك اللي ما ثم حتى ثغره قانونيه. بن عمر مازال معنا حتى 2021 وبوغاتاس حتى 2022 ما ثم حتى ثغره قانونيه كله كلام فارغ كله خرج في الصفحات خرج حتى في بعض وسائل الاعلام معناتها نستغرب معناتها كيفاش وسائل الاعلام تخرج يعني نستغرب معناتها كيفاش الاستباق هي المعلومه سواء في اسئله تاع المدربين ولا في اخبار معناتها اللي الساحه اليوم تخرج خبر يقولوا هاو المدرب الفلاني مع نجم الساحلي ومن بعد نهارين تكذب وتخرج خبر اخر معناتها بالنسبه لي معناتها مش حلو فهمتني من المستحسن معناتها تاخذ الخبر من منبع هو بيته وتتاكد عليه قلت لي المنبع ما يحبش يعطي الانفورماسيون الصحيحه وكان يسالوه ما يجاوبش شكري فما حوايج اللي كمان زاد المنبع زاد فما يلزم فما احترازات فما سريه العمل زاد تستوجب باش الخبر ما يخرجش من الاسبوع العدد المهول نتاع الجرايد العدد المهول نتاع تو تشوف لي راديو كيف معناتها الناس كل تحب تاخذ الخبر الاول ولا تخرج اخبار غلطه اي سابورت معناتها لكن كريتي نتاع الصراحه نتاع الراديو وابري تو معناتها حوايج كيما هذه معناتها كيما احنا نحترموا الاعلام يبدو هو ياخذ بعين الاعتبار معناتها سريه العمل في هذايا خاطر ماك تعرف هذايا تسوى ملاعبي والى مدرب معناتها مش كان فريق يحبوا راه فما فرق اخرى فما معناتها سابركيور في نيغوسياسيون سواء مع الجوار ولا مع المدرب باهي خلاص معناتها ناخذ الخبر كي يكون الخبر صحيح تحطوا الخبر صحيح. عماد بن يونس شنو باش يصير فيه؟ علاش تم الاستغناء عليه بلوتو؟ والله نشوف يظهر لي معناتها تغيير مدرب مساعد ولا مرافق فريق ما نجمش نعملوا له طاوله وكراسي وكبيره خاطر تقال كلام على ديبلومات وعلى الشهيد. شوف هذاك الكلام تقال وفيكتيفمون معناتها عماد بليوس قاعد يقعد مع البنك بالترخيص استثنائي من الجامعه هذه اون تروتر دونك ما نحبش ندخل ابريتو عماد بليوس ولد ليطوال وعطى ليطوال كان لاعبي وعطى ليطوال كان مدرب مساعد فهمتني معناتها هذيك هي معناتها الانسان معناتها يجي وقت يخلي بلاصته لغيره هذيك هو معناتها في كل مجال هنا راه باش نمشي على روحي الملاعبي اي ملاعبي باش يجي حتى باش يمشي على روحه دونك هذيك هي سنه الحياه ما نجمناش نعملوا منها قوق كبير
من غير ما ندخلوا في لي ديتاي واحد فهمني. سؤال اخير سي شكري، سي شكري طارق العسادي معك، فما تو اتجاه اني قلت انت على اتجاه تقريبا التشبيب، وهذا انت كنت خذ تجربه في 2010 وكانت تعتمد اساسا على النجوم سيلفا دو سانتوس، دانييلو، عادل الشادلي، مهدي مرزوقي، حمزه جبنون، نذكر انتدابات. هل انه اتجاهكم تو معناتها اسيان ب 2007 وقت نجحتوا في مع سي معز ادريس في الجينيراسيون هذيك، ولا لقناعات ماليه بحته خاطر ممكن السيوله هي اللي حكمت فيكم تو في التوجه هذا؟ لا شوف كل وقت وقت شوف اذا كان تستخدم استراتيجيه، خاطر احنا قبل كنا سهلي راهو الاستراتيجيه تاعها كانت تتعول ياسر على سونتر فورماسيون تاعنا اللي هو معروف جيوبريس من احسن سونتر فورماسيون في الافريق، وكان ان ليدر فينونسي اللي احنا نحافظوا عليه وكان اكثر من 50% من المداخيل تاع الفريق كان جينا من تفريط اللاعبين اللي وقع تكوينه في البالي، والا ايقاع دائم معناتها اثمان معناتها رخيصه وتكونت وتبعنا كذا بيان هذوما ما تعرف المداخيل القاره للفرق تو معايا ماهيش كبيره ولي ديبونس قاعده تكبر فهمتني، اذا كان ما نرجعوش للسياسه نتاعنا في الفريق معناتها قاعدين نكتشفوا معناتها نجموا نعملوا سي بوسيبل باش نعملوا دي ريكروتمون دي كرون ريكروتمون، لكن جيت نلقى روحك دون ديفيسيت انورم ومن بعد تلقى روحك في وضعيه ان سارتان مومون كيما صعيب بعض الفرق اللي تلقى روحك في دي ديفيكولتي ما عادش تنجم تيونور لي زونجاجمون معاك ما فيزافي تاع اللاعبين ولا المدربين يخليك معناتها تولي الامور صعيبه معاك وحتى الاهداف ما عادش توصلها ولا اللاعب ما يلعبش في وضعيه مريحه ولا ما يجيبش يعطيك 100%. احنا نحبوا نرجعوا للسياسه نتاعنا تاع الجنسان القديمه اللي ترتكز على سونتر فورماسيون تاعنا مع انتدابات مدروسه وتكون مدروسه وبالتنسيق مع الاطار الفني اون فونكسيون دي بوزوان والاحتياجات نتاع الفريق. دونك احنا باش نعملوا فريق يشد من الموسم المقبل ان شاء الله باش نكملوا به كي فكك البعض فيه الماجوريتي شابان باش نكملوا به باش نفتتحوا به ان شاء الله الملعب نتاعنا وان شاء الله البيئويه نكونوا عندنا فريق تري سوليد ونكونوا معناتها نفرحوا الجمهور نتاعنا فهمتي. شكرا لك سي شكر، شكرا لك، ميرسي بوكو، شكرا لك على قبولك التداخل وان شاء الله تجي حذانا مع المدرب الجديد في الايام القادمه. يلا كانت هذه ساعتنا الاولى من سبور ماكس، نتقابلوا بعد شويه في الساعه الثانيه.